بجد ترحيب بحضراتكم مره تانيه، ودلوقتي وصلنا للجزء الاخير من حلقتنا ومشرفني ومنورني المحلل الرياضي عبد الرحمن فوزي. يا استاذ عبد الرحمن نهارك ابيض ومنورنا. نهارك ابيض يا خالد، اهلا بيك وبكل المشاهدين. في البدايه عايز اعرف رايك في الحاجات الحلوه اللي بتحصل اليومين اللي فاتوا. والله والحاجات الحلوه اللي بتحصل اليومين اللي فاتوا دول خلاص يعني ذروه الكوارث اللي بتمر بيها الكره المصريه على مدار السنين اللي فاتت كلها، خلاص يعني وصلت اللي هو يعني النتائج بتاعتها كلها بقى بتظهر خلاص، من عدم المساواه بين كل الانديه، بالعشوائيه اللي بتدار بيها الكره المصريه كمواعيد وكاداره وككل شيء. فدلوقتي ده اللي هو يعني النتائج بتاعتها كلها بتظهر دلوقتي. يعني اخرها امبارح زي ما انت شفت ماتش بيراميدز والمقاولين، وعدم وجود جائزه رجل المباراه، ورجل المباراه واقف مستنيها. ده يعني ده زي ما قلت لك، ده بالنتائج اللي هو الكوارث اللي بتظهر خلاص. احنا دلوقتي يعني تقريبا اللي هو لما حاجه وحشه بتظهر تقريبا كل حاجه بتيجي وراها دلوقتي. فده خلاص يعني حته ان هو يبقى موجود، فكره ان يبقى واقف فيستون مايلي، واقف مستني جائزه رجل المباراه، مراقب المباراه نفسه المفروض بيسلمها، واقف وكان مستني. طب انتوا مستنيين مين؟ يعني لما انتوا الاثنين واقفين مستنيين رجل المباراه، المفروض مين اللي جابها مستني يعني؟ ايه؟ انا مستني الفرج اما يجي لي بالظبط. يعني انت هما الاثنين موجودين وخلاص، والراجل المسؤول عن تسليم الجائزه نفسه واقف. طيب مين يعني المفروض الجائزه فين؟ ولا مين اللي بيسلمها؟ مين المسؤول عن الوضع ده؟ فشيء كارثي يعني. طيب اروح معاك بقى للنقطه الثانيه طبعا الخاصه بنادي الزمالك. وهل انت شايف مطالب نادي الزمالك يعني مطالب غير مشروع على سمح الله مثلا، ولا انت شايف ايه؟ ما حدش ممكن يكون شايف ان مطالب الزمالك غير مشروع يعني. هو دي مطالب الانديه المصريه كلها، حتى يعني حتى لو الانديه نفسها ما طلبتش بيها بشكل جماعي، لكن هو في النهايه اكيد كل الانديه بتطالب بنفس الشيء، بتطالب ان يبقى في جدول دوري منتظم، بتطالب ان يبقى في عداله تحكيميه، بتطالب ان الامور ما تدارش بعشوائيه. ولكن هو يمكن الزمالك هو اللي بدا الموضوع، يمكن التحكيم كتير من الانديه اشتكت منه الموسم ده، مش بس الزمالك طبعا. شفنا حتى بعد بيان الزمالك سيراميكا كليوباترا بيقول برضو نفس الكلام، احنا تعرضنا للظلم في اكتر من مباراه. كله اشتكى، احنا بص كل الانديه اشتكت وتضررت، وكان ولحد دلوقتي ما هي القصه ان حتى بعد كل الشكاوي من كل الانديه انت لحد دلوقتي لسه بتشوف الاخطاء مستمره والحاجات الغريبه مستمره وحاجات اساسا ما ينفعش تحصل. يعني بص مثلا فكره التحكيم، التحكيم ممكن يبقى حاجه يعني هنخرجها من نقطه النية. الاخطاء وارده بالظبط، صح كده، اخطاء التحكيم وارده، لكن انت بتشوف اخطاء تحكيميه ما ينفعش ابدا تكون موجوده. بالظبط، يعني ما ينفعش ابدا يكون ده الخطا. بس هنقول ان ده سوء مستوى يعني، انا بقول لك هنفترض ان ده سوء مستوى عادي خلاص، حتى مع الفار، حتى مع الفار يعني هنفترض. طيب افترض، ماشي، افترض ده سوء مستوى ماشي. ولكن الفكره ان هو طيب ده حاجه بسبب سوء مستوى، انما العشوائيه في المواعيد والعشوائيه في المباريات ومين بيلعب مع مين والتاجيلات الرهيبه، ده ملوش علاقه بسوء مستوى، ده ليه علاقه بسوء فكري. او يمكن ده بقى اللي ممكن نقدر نحطه في نقطه التعمد. احنا بنتكلم ان الدوري المسؤولين عنه اتكلموا ان هو هينتهي في يوم 30/6، 30/6 ده اللي هو بعد 6 ايام، الكلام ده بيتقال من زمان جدا. ايه الحاجه اللي انت ما كنتش عامل حسابك عليها اللي تخليه يتاجل شهر ونص ولا زياده عن الميعاد اللي انت قايله؟ يعني بتتكلم ان هو اصلا بيحصل مفاجآت وبتطرق حاجات جديده، طب ايه اللي طرق؟ يعني ما انا مش عارف يعني بيعمل مثلا في رمضان دوره رمضانيه، ما مش فاهم ايه الحاجه اللي طرقت يعني تخليك تزود شهر ونص كامل عن الميعاد. انا عايز اسالك سؤال، هو الدوريات الكبيره او الدوريات العربيه الكبيره هم مش بيبقى عندهم بطولات؟ خليك مثلا روح للسعوديه، مش عندهم بطوله دوري ابطال اسيا، وعندهم كاس، وعندهم سوبر، عندهم دوري، كل حاجه. والدوري الانجليزي برضو نفس القصه، تشامبيونز ليج وكاس اتحاد رابطه وكاس مش عارف ايه، وفي اسبانيا سوبر اسباني وكاس. يعني هو احنا ليه كده؟ ما هو الناس بيحطوا اول السيزون بيحطوا الجدول بمواعيد الماتشات، بالفريق ده هيشارك هنا، الفريق ده عنده بطولات كده، وفي الاخر بيخلص في الوقت المحدد برضو. فانت ايه هنا الغريب عندك مش موجود يعني بره؟ ما فيش حاجه يعني، احنا عندنا كل البطولات اللي ممكن تكون موجوده. طب يعني سيبنا من اسيا وبنقول ان افريقيا مثلا دوري ابطال افريقيا مش منظم والمواعيد مش منظمه، الدوري المغربي بيخلص في ميعاده عادي، الدوري التونسي بيخلص في ميعاده عادي، والترجي وصل للنهائي زي، والنهضه بركان وصل للنهائي زي ما الفرق المصريه كمان وصل للنهائي، وبيلعبوا في كل البطولات عادي، منتخبهم بيلعب في نفس البطولات اللي احنا بنلعب، على المنتخب المصري بيلعب فيها. فما فيش شيء عندنا زياده
يتقال ان هو ينفع. انا بقول لك ما عندكش بطوله زياده غير ان احنا بنأجل ببشاعه، يعني احنا بنأجل يعني بالاسبوع والاثنين. المنتخب اصل كابتن حسام حسن عايز اسبوع قبل الدوري، ما حصلش في اي حته في العالم. اصل نادي مش عارف ايه هيلعب بره، لا نادي بيلعب في بطوله افريقيا، فانا يلعب النهارده عشان عنده ماتش بطوله افريقيا كمان 10 ايام. 10 ايام ولا اسبوع؟ طب ليه اجل؟ الفتره دي ممكن يلعب فيها ماتشين بره، بيلعب فيها ماتشين عادي. فاحنا تمام، طبطب على النادي وعلى النادي ده، وادي اسبوع للمنتخب ويعني كل حاجه. معلش عشان كده احنا عندنا ماتش بالظبط، وريحنا يعني عادي. مش مشكله، الدوري هيبوظ ايه يعني؟ عادي. بالظبط، او نلعب الدوري لحد ما يخلص يعني عادي. بالزبط. احنا ورانا حاجه؟ لا عادي، يخلص في شهر 8 في 9 في 10، يخلص يخلص في 99 عادي. ما هي القصه مش بيتكلموا مثلا ان احنا لازم السنه الجايه يبقى في دوري استثنائي علشان نعرف ننظمه وينتهي في ميعاده. لا هو مش لازم يعني، هو احنا الدوري الاستثنائي ده استثنائي يعني ان هو يتعمل من مجموعه دور واحد وبعدين العزايز تغير بقى الدوري، بقى تغير شكل الدوري يعني. بالظبط. لا هو مش لازم خالص، هو احنا لو عملنا كده اهوت هيبقى عشان بس احنا عايزين ناجل براحتنا برده زي كل سنه. ولكن الطبيعي ان انت 18 فريق مثلا، احنا دلوقتي المفروض ان الدوري هينتهي 18/6 زي ما بيتقال. 18/6 16/8 طيب تمام، لو الدوري بدا بعدها مثلا 16/9 بعدها بشهر، ده طبعا فتره راحه غير كافيه، بس خلاص ما هو انت بدل ما بتزنق نفسك كل مره في اخر شهر تلعب الاهلي والزمالك 900 ماتش في الشهر ده، معلش ريحهم شهر يعني فتره قليله، ولكن خلي الدوري يعني مرتاح اكتر شويه في الاخر. السنه اللي بعدها هياخدوا شهرين ثلاثه. هو اي دوري في العالم بتبقى مدته قد ايه؟ كام شهر؟ بيبدا في 8 تقريبا وبيخلص في شهر 5. احنا عندنا بيبدا من 8 وبيخلص 8. سنه ونص. سنه بالظبط، يعني سنه ونص بتخلص يعني الدوري يعني، مرتاح تخلص تبدا في سنه. بالظبط. الدوري الالماني بيبدا هيبدا اهو يعني في برده 18 8 تقريبا وهيخلص في 5 عادي، هو 18 فريق زيه زيك. ايه بقى اللي عندهم زيادة؟ اليورو كمان عندهم اهي، وعندهم اليورو، هيبقى في كاس عالم الانديه زي ما الاهلي مثلا هيشارك هنا السنه الجايه، فبايرن هيشارك في نفس البطوله السنه الجايه عادي، وهم 18 فريق. والدوري الالماني على عكس مثلا الدوري الانجليزي والدوريات الثانيه بياخد مش اقل من شهر في يناير راحه كده كده، اللي هو مثلا الميعاد اللي انت بتقف فيه عشان كاس امم افريقيا وبنتحجج في عندهم بقى اللي هو الكريسماس والنيوير والحاجات الاجازات بتاعتهم. فالدوري الالماني بيقف شهر عادي وبيخلص في ميعاده. طب تمام، انت لو بدات اهو بعده بشهر يعني ده برده يعني تمام يعني كتير. حتى بعد بالظبط كتير، لكن بدات بعده بشهر ما تخلصش في شهر 6 اللي جاي الدوري مرتاح. مع ان انت مش هيبقى عندك المره دي بقى لا كاس امم افريقيا ولا هيبقى عندك حاجه توقفات طويله في نص الموسم، هيبقى عادي اللي هي البطولات القاريه اللي هي بيشارك فيها زي ما قلنا الدوريات كلها، عندك الفيفا ديت اللي هو برضه بيشارك فيها منتخبات العالم كله. انت شايف الوضع بشكل عام ما يرضيش حد طبعا. يعني شيء وضع كارثي يعني، اقل ما يقال عنه ان هو اللي بيتحكم في المواعيد كلها، هتفضل المواعيد كده. العمل مش كمنظومه يعني، العمل مش يعني ابعد ما يكون عن منظومه. شايف انها بتبقى قرارات اشخاص فرديه. بالظبط، هو واحد بيتحكم في المواعيد، هو اللي بيحط جائزه رجل مباراه، هو اللي بيحط اللوائح، هو اللي بيعمل كل حاجه. طب الباقي بيعملوا ايه اصلا؟ يعني باقي المنظومه بتعمل ايه كاتحاد كوره بالكامل؟ كرابطه انديه بالكامل؟ ايه دورهم لما هو واحد اللي بيعمل كل حاجه اصلا؟ هو اللي بيحط العقوبات. الباقي هو ده اللي ظاهر بالنسبه لك انت كراجل ناقد او راجل ملم وبتتابع هو ده الحقيقه يعني. هو ده لو مش ظاهر قدام الناس كلها فهو ده الحقيقه. وهو اصلا ظاهر يعني، هو الوحيد اللي بيتحط في الصوره لما بنحب نسال في حاجه. هاتها نفس الشخص ده، هو اللي هنساله عن اللوائح، هو اللي هنساله عن العقوبات، هو يمكن الحاجه الوحيده اللي مش بيتدخل فيها هو منتخب مصر، انما كدوريات هو اللي بيعمل كل حاجه فيها. للاسف يعني، للاسف طبعا. للاسف بالظبط. بص يا عبد الرحمن، يعني احنا بنتمنى ان شاء الله يعني يبقى ده موقف مهم، وموقف يعني مش هقول لك يغير بقى تغيير جذري، بس على الاقل تغير الحاجات الطبيعيه. يعني الحاجات الطبيعيه اللي المفروض تبقى طبيعيه ومفروض تبقى موجوده، على الاقل تبقى موجوده. هو ده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده. يعني احنا مش عايزين اللي هو يعني احنا ما بنتكلمش ان هو هيبقى السنه الجايه اكتر دوري منتظم في العالم ولا افضل دوري كمستوى ولا حاجه. ولكن احنا بنتكلم ان هو يعني يا جماعه نعمل الطبيعي. بدل ما الدوري بياخد سنه خليه ياخد 8 شهور. 8 شهور 9 شهور ونص. بالزبط. يعني عارف انت اللي هو يبقى في بس اي تغيير يحسسك ان في تقدم وتطور. احنا عندنا مستوى وحش ككوره، مستوى وحش كملاعب، مستوى وحش ككل حاجه. كجماهير ما بتحضرش، كمواعيد ماتشات، كمواعيد ماتشات اللعيبه بتتشوي كل يوم، بعيدا عن لعيبه الاهلي والزمالك عشان ما بيلعبوش الساعه 4،
لعيبه الاسماعيلي امبارح ومودرن فيوتشر مثلا ماتش اللعيبه مش قادره اول 10 دقايق لعبوا وخلاص مش هيقدروا اصلا. اللي بيلعب الساعه 7 هو نفسها متعبه يعني، الرطوبه بتبقى عاليه جدا في الصيف. الشوط الاول في ماتشات حتى الاهلي والزمالك اللي هم ما بيلعبوش الساعه 4 برضه الشوط الاول متعب جدا، فما بالك باللي بيلعب الساعه 4. يعني احنا انت عارف في ماتشات بطوله افريقيا دايما اما اي فريق مصري بيلعب اي فريق من افريقيا في مواعيد مثلا زي الساعه 3 والساعه 4 بيقول لك يا ده الجو هيبقى حر والرطوبه عاليه بالزبط. ومش عارف ايه. طب انت ليه ما حطيتش مواعيد من الاول يخلي الانديه تتعود عليها؟ بتقلد الناس اللي انت اساسا بتنتقد فيهم النقطه دي بالظبط. كلام بتحسه مش يعني الكلام مش ماشي مع بعض يعني، انت بتقول كلامه وبتعمل عكسه، انت بالعكس بتعمل زيه. هو احنا ننتقد اللي بره عادي يعني، اي حاجه بتحصل بره بس ما حدش ينتقد هنا عادي. احنا هنا مضطرين، انما بره لا. احنا ان شاء الله باذن الله عبد الرحمن يعني باذن الله نتمنى يبقى في تطور ويبقى في تعامل احسن من كده مع كل الانديه ومع كل الاطراف خلال الفتره الجايه، وباذن الله خلينا نشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في بطوله الدوري. طيب نروح لنادي الزمالك. ونادي الزمالك النهارده يمكن مستر جوميز كان ادى راحه للعيبه امبارح، النهارده بيبقى فيه تدريبات وعوده تدريبات مره ثانيه، فانت شايف النهارده ان كان مهم ان الزمالك ما ريحش اكتر من كده بغض النظر انه كان هيلعب بكره او مش هيلعب؟ هو طبعا يعني ايا كان الزمالك هيلعب بكره او مش هيلعب كان محتاج ان هو يحصل على يوم راحه بعدها يرجع للتدريبات، لان في كل الاحوال يعني حتى لو لعبش ده هيبقى فتره قصيره والماتش اللي بعده يعني هيتلعب، فلازم الفريق يفضل يحافظ على النسق بتاعه، يحافظ على المعدل البدني، ما ياخدش فترات راحه، لان للاسف كده كده الجدول مضغوط جدا. ف يعني على الاقل لازم يبقى في تدريبات يعني تكتيكيه حتى لو ما فيش بدني كتير، لان اللعيبه كده كده بتلعب ورا بعض كتير، ولكن على الاقل لازم يعني يتدرب. مستر جوميز عايز اقول لك ان هو بيشتغل مع اللعيبه على الجزء البدني برضو، عشان برضو انت عارف ان البدني مهم، لازم تبقى انت كلاعب محافظ طبعا، ولكن يعني الدنيا صعبه جدا في الجدول، لان زي ما قلنا ده تراكمات موسم، بنلعب الفريق كل ماتش كل اسبوع ولا كل اسبوعين وخلاص بقى ازنقه في الاخر. بس ان شاء الله باذن الله يعني مستر جوميز اكيد عنده برنامج واكيد عنده حاجات بيشتغل بيها، وهو اللي شايف حاله اللعيبه بالظبط محتاجين امتى البدني ومحتاجين امتى الفني، لكن في كل الاحوال انت لازم تشتغل على الاثنين، عشان انت ما تعرفش انت هتلعب امتى ومش هتلعب امتى في ظل طبعا الجدول العجيب اللي موجود في بطوله الدوري. طيب سيبك بقى من التخبط والحاجات والاحداث والحكايات والافلام اللي بتحصل اللي عندنا في الدوري، ونروح بقى للكوره. نروح للكوره الحقيقيه. الكوره الحقيقيه، الكوره اللي انت يعني كمشاهد بتستمتع يعني عينيك كده عارف انت بتبقى مبسوطه وانت قاعد بتتفرج، واكيد بطوله اليورو ما فيش اهم منها في الوقت الحالي. رايك بقى وتقييمك لحد دلوقتي في مستوى المنتخبات؟ خلينا نتكلم الاول ان بطوله اليورو لحد دلوقتي هي يمكن من افضل النسخ اللي اتلعبت في تاريخ البطوله. الماتشات كلها مستوى ممتاز جدا، تحس ان انت فعلا بتتفرج على كوره ممتعه. زي ما قلنا يمكن افضل المنتخبات اللي ظهرت لحد دلوقتي هو منتخب المانيا ومنتخب اسبانيا، افضل منتخبين قدموا مستوى في البطوله. كوره واداء واداء ومتعه اداء ونتائج يعني كوره ونتائج وكل حاجه بالظبط. يجي من بعدهم ممكن منتخب البرتغال، ولكن يعني اقل منهم شويه لحد دلوقتي كظهور، رغم ان هو بيمتلك يمكن عناصر افضل منهم كمان، ولكن حد دلوقتي اللي نقدر نقول عليه هم المرشحين الابرز هم ثلاثه دول، اسبانيا المنتخب المانيا امبارح. طب وانجلترا؟ انجلترا برضه انجلترا طبعا هو كاسماء منتخب انجلترا دايما بس تحس ان هو ما بيكمل ما بيعرفش يكمل بالظبط. يمكن هو يعني مع جارث ساوث جيت المدرب منتخب انجلترا هو اثبت ان هو اصلا ما عندوش جديد يقدمه من كاس العالم 2018. بس معاه لعيبه جامده، منتخب جامد يعني، لكن ما بيقدرش ان هو يستغل الثلاثه الاربعه اللي قدام دول كارثه بالظبط. لكن حقيقة يمكن هو السنه دي كمان هو بيختار اختيارات كارثيه. ما عندوش غير باك شمال واحد في القايمه، ما لعبش من خمس شهور، ما اتدربش من خمس شهور، فبالتالي هو ما لعبش لحد دلوقتي ولا دقيقه في البطوله. بيلعب كيران تريبيل هو باك يمين، بيلعب مكانه باك شمال. نفس الكلام نقدر نقول على فكره على منتخب فرنسا. منتخب فرنسا طبعا بيمتلك العناصر يمكن الافضل بقى في العالم، مش بس كمان انجلترا، عنده ثلاثي هجومي ممتاز، كانتي 900 لاعب في نص الملعب ممتاز. كانتي راجع بفورمه كانه تحس ان هو لسه كان في كاس العالم اللي هم خدوه في روسيا 2018 بالظبط. يعني بفورمه من افضل يعني الحاجات اللي لعبها في مسيرته. خط دفاع ممتاز. هل هو لو مش بيلعب في دوري قوي هيبقى ده مستواه؟ معلش بالنسبه لنجولو كانتي لو مش بيلعب في دوري قوي
يعني طبعا هي هو في الاخر بيلعب في دوري قوي، لكن طبعا هي برضه بتعتمد على مستوى اللاعب، يعني على رغبه اللاعب نفسه يعني. ودوري قوي ومنتظم. نفس الكلام رونالدو، كريستيانو رونالدو برضه نفس الكلام، روبن نيفيس مع البرتغال بيقدم مستوى عالي عادي ولا كانه. يمكن الدوري السعودي طبعا مش زي ما نقدرش ان هو نقول ان هو زي الدوريات الاوروبيه بالظبط، بس انا بكلمك ولكن هو النقص بتاعه عالي، معدل يعني المباريات سريعه، فمفيش لاعب مثلا بيفقد الريتم بتاعه لانه بمجرد انتقال للدوري السعودي. لا يمكن المستوى طبعا مش زي الدوريات الاوروبيه يعني في القمه، ولكن هو في الاخر اللعيب اللي بيروح هناك يقدر يحافظ على مستواه لان هو الريتم بتاعه سريع منتظم، طبعا الملاعب كويسه، الجماهير بتحضر، فيعني مواعيد المباريات كويسه، بقدر ازاي اخد الاستشفاء بتاعي وبعد كده ارجع بنفس الاداء في المباراه اللي بعديها وبعد كده اخد الوقت بتاعي، مش قصه ان انا يعني يلا انتهى في ميعاده وهيبدا في ميعاده مع الدوريات الطبيعيه عادي. بالظبط. يعني طب انت من وجهه نظرك برضو متوقع مين اللي ممكن يروح لمنطقه بعيده منتخب، انت بالنسبه لك يعني انت شايفه من وجهه نظرك انه ممكن يبقى الحصان الاسود في البطوله؟ لحد دلوقتي ما فيش حصان اسود اللي هي منتخبات اللي هي كانت بلجيكا قبل كده. ما تعرفش ايه اللي حصل لها من ساعه كاس العالم اللي فات، يعني ممكن بلجيكا بيبقى يعني نهايه جيل خلاص الجيل الذهبي بتاعهم، يعني مش فاضل منه غير كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو. لوكاكو بيمر باسوأ مستوى ليه دلوقتي خلال مسيرته، زاد في الوزن وكسرته غريبه، زاد في الوزن وقل في المستوى وكل حاجه، يعني بيعمل حاجات غريبه في الماتشات. كيفن دي بروين هو الوحيد اللي محافظ على مستواه، ولكن برضه في نفس الوقت معدله البدني ما بقاش زي زمان. عدم وجود طبعا تيبو كورتوا وهازارد اللي اعتزل، اللي هو كان اصلا النجم الجيل الذهبي. فمنتخب بلجيكا يعني كان المتوقع ليه اصلا ان هو ما يبقاش يعني هيتاهل طبعا من المجموعات، او ده المتوقع يعني. المجموعه دي يمكن هي اكتر مجموعه لحد دلوقتي ما حدش يعرف ايه اللي ممكن يحصل فيها تماما. الاربع منتخبات ثلاث نقط، فممكن اي شيء يحصل. ولكن هو كان المتوقع ان منتخب بلجيكا يمر عادي، ولكن مش متوقع ان هو يروح لبعيد قوي يعني. كرواتيا برضو لغز، برضو نفس الكلام نقدر نقول عليه، منتخب كرواتيا برضو نهايه جيل، يعني يمكن اللعيبه النجوم اللي في لعيبه ثانيه برضو جامدين جدا، يعني انت شفت يعني في بريزيتش غير بقى لوكا مودريتش وكده، في لعيبه ثانيه كويسه بس كلهم كبروا في السن خلاص، بس يعني خبره يعني بيعدي 35 سنه، مودريتش داخل خلاص 39، داخل على 40 خلاص، كوفاسيتش اللي هو يعني اصغرهم ولكن برضو في الثلاثينات، بروفزوفيتش نفس الكلام. فطبعا هو جيل تاريخي برضو لمنتخب كرواتيا، يعني اكتر من بلجيكا بقى كمان على مستوى النتائج، نهائي كاس العالم مره وقبل نهائي كاس العالم اللي فات. يعني هو اصلا المفاجاه ممكن نقدر نقول ان منتخب كرواتيا وصل قبل نهائي كاس العالم اللي فات، يعني اللي هو كان برضو وقبلها نهائي، وقبلها نهائي، بس قبلها نهائي كان يعني كان لسه مع مانزوكيتش، كان لسه مع كان لسه بصحتهم اللعيبه، بتتكلم من 6 سنين. بالظبط، لكن ان هو طبعا اللي بيحصل داون جريد جدا ان هو قبل نهائي كاس العالم اللي فات السنه دي. شايف ان هو طبيعي يعني؟ طبيعي بس يعني بزياده شويه، مش قوي يعني، مش للدرجات يعني مش للدرجات دي بالظبط، يعني ممكن كان طبيعي الكلام ده يحصل قدام اسبانيا قدام ايطاليا، ولكن هو عانى جدا حتى قدام منتخب البانيا يعني المغمور. طب النهارده برضو انت بتقول ايطاليا النهارده شايف ممكن ده ماتش يعني صعب جدا النهارده؟ بالظبط، النهارده ايطاليا وكرواتيا ماتش مصيري اصلا للمنتخبين، منتخب كرواتيا هيحاول ان هو مش خسران حاجه بقى خلاص المره دي، انا هو يا الفوز يا اما بلاش يا اما نقطتين، ده هيبقى يخلي مثلا 90% خرج، مش هيقدر يوصل بقى لافضل توالد. ف منتخب ايطاليا بقى على عكس كرواتيا وعلى عكس بلجيكا هو بدايه جيل جديد، يعني يمكن الجيل بتاع يورو 2020 هو طبعا حامل اللقب، نقدر نقول 80% منه مختلف تماما. اللعيبه اللي بيلعبوا دلوقتي كلهم شباب وكلهم لسه يعني نقدر نقول متبقي، بيحفروا اساميهم مع ايطاليا، فيدريكو كييزا، نيكولو باريلا، اللي هم اصلا برضو لعيبه شباب مش كبير قوي، لكن هم نقدر نقول هم اصحاب الخبرات في منتخب ايطاليا شويه. بالظبط. فيعني سباليتي بيحاول يبني جيل جديد بقى مع منتخب سباليتي ايطاليا، سباليتي مدرب عظيم، مدرب ممتاز، ومع نابولي السنه اللي فاتت روما كان قبل كده يعني. بالظبط، لكن هو قصدي كمان السنه اللي فاتت كان لسه بطل الدوري الايطالي بمستوى مبهر مع نابولي، يعني اللي هو كان بعيد تماما. فخرينا محمد صلاح في روما، هو طبعا هو واحد يعني محمد صلاح نفسه بيتكلم ان سباليتي واحد من المدربين اللي اثروا فيه بشكل كبير، اثروا فيه وطوروا مستواه جدا يعني. حتى طبعا قبل ما يورجن كلوب يخليه ينفجر بقى. فسباليتي مدرب كبير، يمكن طبعا الشغل مع الانديه بيبقى مختلف شويه عن الشغل مع المنتخبات، بحيث ان انت ما بيبقاش عندك
الوقت انك تشتغل مع المنتخب نفس مع واللعيبه كمان اللي معاه زي ما انت بتقول لسه يعني في البدايه معظمها يعني صغيرين وحتى معظمهم لسه لعيبه محليين ما احترفوش بره لان هم ما ظهروش لسه قوي، ولكن اعتقد منتخب ايطاليا ممكن يبقى مستواه افضل بعد كده. يعني هو مش مرشح انه يروح بعيد طبعا، لكن مستواه ممكن يتطور ويتحسن بالوصول لكاس العالم 2026 يعني. لكن انت شايف ان اسبانيا هي اللي ممكن تروح لنقطه بعيده، رغم انها يعني برضو اسبانيا خد بالك يعني لعيبه كلها صغيره يعني. بالظبط، يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن هي بس رودري اسبانيا ناتشو كارفاخال يعني هم دول اللي يعتبروا خبره شويه. خبره يعني دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تخلي اسبانيا ما يتوجش البطولة، او ان هو ممكن في ماتش يقع او حاجة مهاجم ماتش ما عندوش مهاجم مراتا يعني مراتا يعني مهاجم كويس بس مش فين ايام فرناندو توريس يعني وديفيد يعني بيا على قبل كده يعني بالظبط فالاعتماد ان هو نجم الهجوم يكون لعيب عنده 17 سنة نفس الكلام طبعا مع برشلونة هو نفس اللعيب يعني، فده بتخلي ان هو فكره ان انت تروح لبعيد قوي هو اللي بيحرك الدنيا في الجزء هو الامامي هو لو اختفى يعني صعب قوي المنتخب يظهر. يمكن برضو ويليامز الناحيه الثانيه بيظهر بمستوى عالي جدا. ويليامز برضو زي ما انت اكيد عارف وسامع يعني بالظبط ممكن يروح هيكمل بعيد بالباقي يعني يمكن هو هدف رئيسي لبرشلونه ان هو يدعم صفوف موجود يعني ولكن يعني يمكن فكره الازمه الاقتصاديه للنادي هي اللي ممكن توقف الصفقه يعني، بس في كل الاحوال اعتقد ان هو مش هيروح فريق كبير طبعا. لكن انت شايف اسبانيا يعني ممكن تعمل حاجه او ممكن تحقق اللقب يعني منتخب قوي، ولكن حته انه يحقق اللقب طبعا يعني مش مستبعده، ولكنها يعني مش المرشح الاول، ولكن طبعا من ضمن اول ثلاث او اربع مرشحين يعني. طيب امبارح يعني شفت برضو كان في حظوظ بقى بالنسبه لمنتخب اسكتلندا مع المجر وسويسرا مع المانيا. امبارح برضو شفت المانيا يعني لحقت نفسها وتعدت في الاخر. طبعا منتخب المانيا كنت متوقع ان المانيا كنا متوقعين كله اللي قال لك المانيا العلامه الكامله وهتكسب وهتعمل بالظبط. لا كان غير متوقع تماما منتخب سويسرا يعني يمكن ظهر بمستوى رائع جدا طول المباراه يعني حتى مش قله مستوى من المانيا بقد انها كان مستوى سويسرا هو الكبير يعني. طبعا منتخب المانيا لحق نفسه بالتعادل في اللحظات الاخيره لان المركز الثاني هيروح بقى في حته صعبه في طريق منتخب ايطاليا. يمكن زي ما قلنا ايطاليا مش افضل حاجه، ولكن في النهايه هو منتخب كبير مع منتخب المانيا بالذات منتخب ايطاليا بيبقى شيء ثاني يعني هو العقده يعني المنتخبات الكبيره مع بعضها بقى كمان طبعا الوضع تاني كل شيء يعني. وارد يعني في الماتشات الكبيره فهو يمكن لحق نفسه. منتخب سويسرا هيبقى عادي راس براس مع ايطاليا، ولكن في النهايه برضو منتخب المانيا يعني على الاقل يبقى مرتاح شويه خصوصا المدافع بتاعه بالظبط في وسط جمهور يعني على الاقل شيء معنوي كمان اكبر من ان هو وصل لل كمركز اول. طبعا الناحيه الثانيه المجر شايف اسكتلندا ضيعت امبارح عليها فرصه عظيمه جدا لو كانت كسبت يعني جدا يعني كان هيبقى كمان فرصته اكبر من منتخب المجر. منتخب المجر من فرصته يعني عنده فرصه ان هو يوصل احسن توالد بس انت كنت هتبقى اربعه اسكتلندا كان هيبقى واصل باربع نقط بدل ثلاثه يعني كمان ان المجر فرق الاهداف بالنسبه له بعيد شويه اسكتلندا ضيعوا فرص كمان كتير جدا يمكن حتى الجون اللي هو الاخر ثانيه منتخب اسكتلندا طالع بمليون لاعب فيجي عليه هجمه مرتده يمكن اللاعب استلم الكوره ما شطش اتاخر شويه في الشوط مع ان الجون كان قدامه فاضي فيحط لاعب المجر رجله فيها فتترد هجمه مرتده بجون هذه الكوره بالظبط يعني كوره ثواني يعني التفكير بيجيلك في ثانيه هي اللي بتفرق يعني خصوصا في الماتشات القاريه والبطولات المهمه يعني فطبعا منتخب اسكتلندا ضايع عليه فرصه ان هو حتى شايف خلاص هو كده اوت بشكل رسمي هو رابع طبعا رسمي وبيحافظ على المسيره بتاعته ان هو عمره ما عدى دور المجموعات في بطوله اليورو يعني في تاريخه. طيب لو هاخد توقعاتك بالنسبه لطرفي النهائي شايف مين اللي ممكن يوصل للنهائي؟ هو يعني طبعا في الاخر هي يعني هتقاس على المشوار لان ما نعرفش مين ممكن يلعب مين في لسه في الادوار الاقصائيه. شايف ممكن يكون مفاجاه حتى في احد طرفي النهائي منتخب يبقى مفاجاه، ولا شايف ممكن تبقى الطبيعه المنتخبات الكبيره بس سواء بتتكلم في فرنسا برتغال المانيا اسبانيا يعني لحد دلوقتي مفيش منتخب يعني في منتخبات ظهر بشكل كويس صغيره لكن مفيش منتخب فيهم برضو تقول ان هو ممكن يوصل للمفاجاه يعني الا هتبقى مفاجاه عظيمه يعني اللي نقدر نقول عليهم بغض لو ما تقابلوش طبعا في الادوار الاقصائيه على بحسب الترتيب النهائي للمجموعات اللي لسه ما فيش مجموعه واحده اللي اتحسمت نقدر نقول منتخب فرنسا يمكن هو ما ظهرش بافضل مستوى بس انت تتوقع ان هو يوصل هو عنده العناصر الافضل ودايما مستواه بيرتفع مع مرور البطوله
منتخب فرنسا مع المانيا اللي هو صاحب الارض واللي بيشكل يعني عامل قوه كبير الأرض جدا وجمهور وكل حاجه يعني. فهم دول اللي اتوقع في النهائي لو ما قابلوش بعض طبعا في قبل كده يعني قبل كده بالظبط. هم دول من وجهه نظرك المانيا وفرنسا. المانيا وفرنسا وكوبا امريكا بالنسبه لك متابعتك ليها عامله ازاي؟ هو كوبا امريكا طبعا يعني هي لسه ما عدناش الجوله الاولى ومنتخب البرازيل لسه ما ظهرش، منتخب الارجنتين هو طبعا يعني بطل العالم والمرشح الاول. بالظبط لسه شايف الارجنتين ممكن تعملها تاني؟ هو المرشح الاول طبعا. منتخب البرازيل عنده عناصر ممتازه جدا، كفايه فينيسيوس، كفايه فينيسيوس طبعا ورودريجو واندريك اللي هو لسه مش ظاهر قوي لكن بيقال ان هو يعني هيكون لاعب باللي بيتم تشبيهه حتى بقى مش بنيمار ولا حاجه، بيتم تشبيهه ببيليه في البرازيل لان حتى يعني تكوينه الجسماني شبهه. لكن انت لسه بالنسبه لك الكوبا امريكا لسه مع الوقت تبتدي تقايم احسن يعني. حتى ما ظهرش بمستوى بالزبط. كويس في مباراه كندا، البرازيل لسه النهارده فجرا هيلعب يعني فموضوع لسه ما ينفعش الحكم عليه لسه يعني. ولكن هو طبعا كمرشحين دايما هنحط البرازيل والارجنتين هم المرشحين الاول كده في الاخر. عبد الرحمن احنا بنتمتع سواء بكوبا امريكا او يعني باليورو اللي يكسب يكسب، لكن اهم حاجه احنا نتمتع بالكره الجميله فعلا اللي بنشوفها بتتلعب في البطولات العالميه الكبيره اللي شبه كده. انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتني وشرفتني وبتمنى لك يا رب كل التوفيق. الشرف ليا خالد. شكرا عبد الرحمن. بشكرك يعني مشاهدينا خلصنا كلامنا النهارده في نهارك ابيض، كان منورنا ومشرفنا المحلل الرياضي الاستاذ عبد الرحمن فوزي. خلصت حلقتنا واشوفكم دايما على 1000 مليون خير.